صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 34 لسنة 2020 بتعيينات في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعين في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كل من السيد حمد يعقوب المحميد منسق عام للدراسات والبحوث السيده ساره احمد بحجي منسق عام للاعلام والتواصل